أعزائي طلاب الصف الثاني عشر علمي وتكنولوجي، أهلا بكم في هذا اللقاء في مادة الكيمياء ومع الدرس الثاني من الوحدة الأولى الكيمياء الوصفية لعناصر المجموعة الرابعة، وهذا هو الجزء الأول. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن يذكر كيف تبدو عناصر المجموعة الرابعة وأهم استخداماتها، يفسر تدرج قيم درجات الانصهار لعناصر المجموعة الرابعة، يوضح تدرج التوصيل الكهربائي لعناصر المجموعة الرابعة. عناصر المجموعة الرابعة A أو المجموعة الرابعة عشر. أمامنا نموذج للجدول الدوري. اتفقنا من قبل أنه يمكننا أن نسمي المجموعات بهذه الطريقة: الأولى A، الثانية A، الثالثة A، وهذه هي المجموعة الرابعة A. وأنه أيضا يمكننا أن نسمي المجموعات: المجموعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، وهكذا حتى نصل إلى المجموعة الثالثة عشر والمجموعة الرابعة عشر. إذن أمامنا الآن داخل المستطيل عناصر المجموعة الرابعة A أو المجموعة الرابعة عشر. يشار أحيانا إلى عناصر هذه المجموعة باسم مجموعة الكربون. عناصر هذه المجموعة تبدأ بعنصر الكربون C وعدده الذري 6، ثم عنصر السيليكون Si وعدده الذري 14، ثم عنصر الجرمانيوم Ge وعدده الذري 32، ثم عنصر القصدير Sn وعدده الذري 50، ثم عنصر الرصاص Pb وعدده الذري 82، وأخيرا عنصر الفليريديوم Fl وعدده الذري 114. وبالطبع هذه العناصر مرتبة بهذه الصورة وفق التزايد في أعدادها الذرية. التركيب الإلكتروني لعناصر المجموعة الرابعة A. عزيز الطالب، ما عدد الإلكترونات في المستوى الرئيسي الأخير لعناصر المجموعة الرابعة A؟ أحسنت، 4 إلكترونات. فيكون التركيب الإلكتروني الخارجي العام لعناصر المجموعة الرابعة A هو NS2 NP2، إلكترونان في المستوى الفرع S وإلكترونان في المستوى الفرع P، بمجموع 4 إلكترونات في المستوى الرئيسي الأخير. ويشير حرف N إلى عدد المستويات الرئيسية أو إلى رقم الدورة في الجدول الدوري. لاحظ أن المستوى الفرع الأخير هو المستوى P، لذلك عناصر المجموعة الرابعة توجد في الفئة P في الجدول الدوري. وتظهر عناصر هذه المجموعة عند الاتجاه لأسفل الخصائص الآتية: أولا زيادة نصف القطر الذري، كلما اتجهنا لأسفل المجموعة يزداد نصف القطر الذري. لماذا؟ لأنه كلما اتجهنا لأسفل يزداد عدد المستويات الرئيسية. فعلى سبيل المثال الكربون يحتوي على مستويين رئيسيين للطاقة، أما السيليكون يحتوي على 3 مستويات رئيسية للطاقة، وهكذا. ثانيا تناقص طاقة التأين. درسنا في الدرس الأول من هذه الوحدة أنه كلما اتجهنا لأسفل المجموعة تتناقص طاقة التأين. ثالثا تناقص الخصائص اللافلزية وازدياد الخصائص الفلزية، وهذا يعني أن عنصر الكربون له أعلى الخصائص اللافلزية، بينما عنصر القصدير وعنصر الرصاص لهما أعلى الخواص الفلزية. كيف تبدو عناصر المجموعة الرابعة A؟ أولا عنصر الكربون. يوجد الكربون في صور نقية مثل الجرافيت والألماس. هذه صورة لمادة الجرافيت وهذه للألماس. هل ترى أمامك أن المادتين لهما نفس الخواص؟ بالطبع لا،
بالرغم من أن كليهما يتكون من نفس العنصر وهو عنصر الكربون. هل تتذكر اسم هذه الظاهرة؟ أحسنت، إنها ظاهرة التآصل. يستخدم مسحوق الجرافيت كمادة تشحيم جافة. لماذا؟ لسهولة انزلاق الطبقات فوق بعضها البعض، وأيضا تستخدم أقلام الجرافيت في الرسم. هذا الجزء يتكون من مادة الجرافيت. وتستخدم فرشاة الجرافيت في المحركات الكهربائية. لماذا؟ لانخفاض معامل احتكاكها وقدرتها على التوصيل الكهربائي. ثانيا، عنصر السيليكون. السيليكون أحد أكثر العناصر وفرة في القشرة الأرضية وكذلك في دولة قطر، حيث تتشكل الرمال من ثاني أكسيد السيليكون SiO2. يعد السيليكون النقي من أشباه الموصلات، لذلك يصنع على شكل بلورات كبيرة تقطع إلى شرائح رقيقة تستخدم في صناعة الإلكترونيات كما يظهر في هذه الصورة. يطبع على شرائح السيليكون دوائر كهربائية تستخدم في إنتاج أجهزة الكمبيوتر ومكونات إلكترونية أخرى. ثالثا، عنصر القصدير. القصدير النقي عنصر فضي لين سهل الثني. القصدير هو هذا السلك الذي نشاهده عند فن الإلكترونيات، والذي يستخدمه في تجميع المكونات الإلكترونية. كذلك فإن القصدير موصل جيد للكهرباء، وأما درجة انصهاره فهي درجة منخفضة تبلغ 232 درجة مئوية. هذه الدرجة المنخفضة تجعله مناسبا في استخدامه في لحام الإلكترونيات. لحام القصدير المستخدم في تجميع المكونات الإلكترونية يكون إما قصدير نقي أو سبيكة من القصدير والرصاص أو عناصر أخرى. رابعا، عنصر الرصاص. الرصاص عرف قديما لسهولة استخراجه، وهو عنصر لين وسهل التشكيل. رمز الرصاص PB مشتق من كلمة لاتينية تعني الفضة السائلة، وقد استخدمه الرومان لصنع أنابيب المياه وكؤوس الشراب. وأما الآن فإنه يستخدم في منع تسرب المياه إلى المباني وفي الثقالة التي يستخدمها الصيادون. إذا رأيت لاحقا هذه الثقالات مع أحد الصيادين فاعلم أنها من عنصر الرصاص. وأما إذا حدث تلوث بعنصر الرصاص فإن الرصاص شديد السمية، يسبب تلف الدماغ لدى الأطفال، وقد يسمم البالغين أيضا. والآن مع بعض التدريبات. السؤال الأول، أذكر بعض استخدامات الجرافيت. أحسنت، يستخدم الجرافيت في التشحيم، وكذلك يستخدم في المحركات الكهربائية، ويستخدم أيضا في أقلام الرسم. السؤال الثاني، فسر يستخدم الجرافيت في المحركات الكهربائية، تحديدا في صناعة الفرشاة المستخدمة في المحركات الكهربائية. نعم، لأن الجرافيت يتميز بانخفاض معامل الاحتكاك والقدرة على توصيل التيار الكهربائي. السؤال الثالث، أي العناصر الآتية يستخدم في الإلكترونيات؟ هل هو القصدير SN أم الرصاص PB أم السيليكون SI أم الكربون C؟ أي هذه العناصر يتميز بأنه شبه موصل ويستخدم في صناعة الشرائح الإلكترونية؟ أحسنت، إنه عنصر السيليكون. تدرج قيم درجات الانصهار.
هل تتذكر المقصود بعملية الانصهار؟ أحسنت، هي تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. الصورة التي أمامنا توضح عملية سكب الرصاص المنصهر، وكما تلاحظ أمامك أنه يوجد في الحالة السائلة. هذا الجدول يوضح درجات انصهار عناصر المجموعة الرابعة A. والآن من خلال هذا الجدول صف التدرج في درجات الانصهار من أعلى لأسفل المجموعة. كما تلاحظ فإن الكربون درجة انصهاره أكبر من 3000 درجة مئوية، السيليكون 1414، الجرمانيوم 938. إذن ما الذي تلاحظه؟ أحسنت، بشكل عام درجات انصهار عناصر المجموعة الرابعة تتناقص من أعلى لأسفل المجموعة. وما تفسير ذلك؟ اتفقنا من قبل أنه من أعلى إلى أسفل المجموعة يزداد الحجم الذري، فعلى سبيل المثال الكربون يحتوي على مستويين طاقة رئيسيين، السيليكون 3 مستويات طاقة رئيسية، وهكذا. إذن من أعلى إلى أسفل يزداد عدد مستويات الطاقة الرئيسية، وبالتالي يزداد الحجم الذري. وما الذي يترتب على هذا؟ دعنا نرى. من أعلى إلى أسفل المجموعة يحدث زيادة نصف القطر الذري، فتصبح الذرات أكبر، وبالتالي تضعف الروابط التساهمية أو الفلزية بين الذرات. اتفقنا أنه من أعلى إلى أسفل المجموعة الرابعة تقل درجات الانصهار بشكل عام، ولكن كما تلاحظ أن درجة انصهار عنصر القصدير SN 232 درجة، وأما عنصر الرصاص PB 327 درجة، يعني أننا نلاحظ أن درجة انصهار الرصاص PB أكبر من القصدير SN، بالرغم من أن نصف قطر ذرة الرصاص أكبر من القصدير، يعني يشذ عن التدرج الذي اتفقنا عليه. ما تفسير ذلك؟ يرجع ذلك إلى تشوه الهيكل البلوري للقصدير، فتقل الطاقة اللازمة لكسر الروابط الفلزية بين ذرات القصدير. إذا أردنا أن نقيس درجة انصهار هذه المادة، ما الجهاز أو الأداة التي يمكن استخدامها لقياس درجة الانصهار؟ إذا وضعنا مقياس لدرجة الحرارة في هذا المصهور فإنه قد يتعرض للكسر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. إذن ما الجهاز الذي يمكن استخدامه؟ يمكن أن نستخدم جهاز قياس درجة الحرارة بالآشعة تحت الحمراء لقياس درجة الانصهار، وكما يظهر بالشكل فإنه هذا الجهاز. لاحظ أن درجة انصهار سبيكة الرصاص والقصدير 185 درجة مئوية، وهي أقل من درجة انصهار كلا العنصرين في حالتهما النقية. كما تلاحظ درجة انصهار القصدير 232، الرصاص 327. تدرج التوصيل الكهربائي، هل يمكنك أن تصل إلى تدرج في التوصيل الكهربائي لعناصر المجموعة الرابعة A؟ إذا قمنا باستثناء مادة الجرافيت فإنه يمكن أن نلاحظ أنه من أعلى إلى أسفل المجموعة تزداد القدرة على توصيل التيار الكهربائي، حيث أن الماس الذي يتكون من عنصر الكربون لا يوصل التيار الكهربائي. كل من السيليكون والجرمانيوم شبه موصل، كل من القصدير والرصاص موصل جيد. إذن التوصيل الكهربائي لعناصر المجموعة الرابعة من أعلى إلى أسفل يتبع التدرج من الخاصية اللافلزية إلى الفلزية، وكما نعلم أن اللافلزات لا توصل التيار الكهربائي والفلزات توصل التيار الكهربائي. ولكن يوجد هنا استثناء وهو مادة الجرافيت، فالجرافيت موصل جيد للتيار الكهربائي على عكس الألماس
بالرغم من أن كليهما يتكون من عنصر الكربون، بما تفسر الجرافيت يوصل الكهرباء بينما الماس لا يوصل. يرجع ذلك إلى وجود إلكترونات حرة الحركة حول كل ذرة كربون في الجرافيت، ولا توجد هذه الإلكترونات في الماس. فكل ذرة كربون في الجرافيت ترتبط بثلاث روابط تساهمية، وبالتالي يوجد إلكترون حر عند كل ذرة كربون. أما في الماس فإن كل ذرة كربون ترتبط بأربع روابط تساهمية، وبالتالي لا يوجد أي إلكترونات حرة. لاحظ أن الرصاص والقصدير موصلين للكهرباء، وذلك كونهما فلزين، لأن إلكترونات التكافؤ تكون حرة الحركة، شأنهما شأن جميع الفلزات. والآن مع بعض التدريبات. السؤال الأول: فسر الجرافيت يوصل الكهرباء بينما الماس لا يوصل. أحسنت، وذلك لوجود إلكترونات حرة الحركة حول كل ذرة كربون في الجرافيت، ولا توجد هذه الإلكترونات الحرة في الماس. السؤال الثاني: فسر درجة انصهار الرصاص أكبر من القصدير. أحسنت، وذلك لتشوه الهيكل البلوري للقصدير، فتقل الطاقة اللازمة لكسر الروابط الفلزية بين ذرات القصدير. السؤال الثالث: أي العناصر الآتية لها أعلى درجة انصهار؟ القصدير SN أم الرصاص PB أم السيليكون SI أم الكربون C؟ أحسنت، هو عنصر الكربون الذي له درجة انصهار أعلى. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا اللقاء، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.